مشاكل الكتف، وخلينا نقول ان احنا لو في البداية او في البدايات وجالنا التهاب احنا ممكن نعالجه بسهولة عن طريق العلاج الطبيعي. تمام، مظبوط. مظبوط. جلسات العلاج الطبيعي ممكن تستمر لفترة قد ايه؟ التهاب اوتار الكتف، احنا بيبقى عندنا البروتوكول بتاعنا ان احنا اول حاجة بنعالج الوجع، تاني حاجة بنستعيد المدى الحركي اللي هو الكامل اللي فوق والورا، يعني اللفة، الدوران الخارجي والدوران الداخلي، وبعد كده بنستعيد قوة العضلات، وبعد كده بنستعيد التحميل على مفصل الكتف وثبات مفصل الكتف. فاحنا بنمشي في الموضوع ده بالتدريج. يعني هي ممكن الناس يقول لك مثلا بعد اسبوعين الوجع خف، بس لما يجي ينزل التدريب تاني او يحمل تاني، مش قادر تمام، يحمل على كتفه. مش قادر يحمل، الكتف ضعيف وممكن يتصاب تاني او يتصاب اصابة اكبر لان هو ما عملش تأهيل كويس للمفصل. زي ما قلنا احنا لما حصل التهابات خلى المفصل ده يبقى ضعيف، فالشخص ده يا اما يكون هو عنده الوعي ان هو يدخل او يرجع حياته بالتدريج ويزود الحمل بالتدريج على المفصل، او ان هو يشوف حد متخصص يبتدي يعمل له تاهيل، بحيث ان انا بقى لو احتجت كتفي بعد كده في اي حاجه يبقى كتفي ايه، يعني بيسد معايا في لعب، في رياضه، في شيل، في تحميل، في حاجات زي كده. تعرف يا دكتور انه حياتك كلامك ده لفت نظري، لانه الناس اللي بتلعب اولادها رياضه هي او بشكل عام الناس اللي بتلعب رياضه، هي الرياضه دي مش اي ممارسه كده رياضيه وخلاص والسلام. تمام، لا، يعني لازم يبقى في متابعة جيدة جدا للاعب ده اللي يعني بيمارس أي نوع من أنواع الرياضات، لأنه هو ممكن يحصل له إصابة وهو عشان لسه سنه صغير ما تبقاش واضحة أعراضها قوي وتبان عليه لما يكبر. عشان كده دايما في أي نادي رياضي يبقى مع الفريق اللي بيلعب يعني دكاترة علاج طبيعي، ودي حاجة مهمة جدا. طبيب الفريق لازم يبقى موجود. لازم حقيقي. وبيدي مثلا، بيقرر ان اللاعب ده عايز عدد معين من الجلسات الخاصة بالعلاج الطبيعي عشان إعادة التأهيل، وما ينفعش يلعب وهو عنده المشكلة او طبعا. مصاب. طيب، لو مثلا لاعب بيلعب جمباز والجمباز ده بيحتاج تحميل قوي جدا على لو مثلا هيلعب في لعبة من الألعاب هي العقلة مثلا تمام، او المتوازي، فهو انا بشوف ان اللعبة دي اكتر التحميل بيبقى على مفصل مفصل الكتف. الكتف. تمام، لو مفصل الكتف يعني في مشكلة، هيقدر يعمل الحركة ويلف ويحمل على مفصل الكتف؟ لا، هو لو في مشكلة هو مش هيقدر يعمل طبعا أصلا. الحركات دي كلها. فهو المفصل ده بيبقى، مش هنقول 100%، بيبقى 150%، يعني بيبقى طبعا عضلاته. انت لما تشوفي مثلا كل رياضه معينه بيبقى ليها شكل جسم معين، فهنلاقي ده حقيقي. ان الكتف عنده كبير، العضلات قويه، العضلات كبيره، العضلات رد فعلها سريع. ودايما لعيبه الجمباز بيبقى عندهم الحته دي فعلا عريضه، حتى البنات. بالظبط، لان هو بيحمل جامد جدا على الكتف، فطبيعي ان عضلات الكتف بتكبر وكمان رد الفعل بيزيد، واهم حاجه كمان رد الفعل عشان المفصل يبقى ثابت. هو بس الرياضه مشكلتها هي الحماس الزياده، ان الشخص بيدخل، يعني مثلا احنا دايما الاصابات في الرياضه بنتوقع الاصابه يا اما في اول الموسم يا اما في اخر الموسم. اول موسم بيبقى هو واخد شهر اجازه مريح. ومريح خالص، والعضلات مرتاحه، يعني العضلات ضعفت نتيجه الراحه السلبيه اللي هو كان فيها، وبعدين هو عايز يخش زي ما نهى الموسم اللي فات، ينزل بقى بنفس التقل، بنفس هو عمره التمرينات، ما هينزل بنفس بنفس التقل لانه التدريبات. كان مريح شهر. بالظبط، عشان كده فبينزل. لازم يبداوا معاهم فتنس عالي جدا قبل ما يبداوا يعملوا او يمارسوا اللعبه. هو اهم حاجه نبدا بالتدريج، تمام، لان دايما الاصابات في نص الموسم بيبقى خلاص الجسم اتعود، ودايما اخر تمام، الموسم بيبقى فيه اصابات اخر كتير الموسم عشان كمان. بقى خلاص التحميل الزياده. صحيح، فاحنا في اول الموسم ده صحيح. بسبب ان العضله رد الفعل بتاعها بطيء فممكن يحصل فيها اصابه، واخر الموسم بسبب الاجهاد الزياده. طبعا يعني احنا يعني هنتكلم على الناس اللي هي بتشتغل برضو يعني بدون علم، بس مجرد بالحماس وبالخبره، تمام، ويتقل على اللاعب، هي يتقل بيحصل كتير وبتحصل في اوفرلود. احسن النوادي، بالظبط، وبيبقوا بيحملوا على اللعيبه كتير جدا، بيحصل لهم اصابات كتيره جدا. واحنا عايزين فعلا نعمل حلقه عن اصابات الملاعب لان تمام، دي مهمه جدا، ولانه احنا كمان كامهات بقى عندنا وعي زايد قوي، وبقينا بنلعب ولادنا رياضه، مظبوط، ولكن احنا ممكن نكون بنلعبهم ومش عارفين ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لهم بعد كده نتيجه لعب الرياضه من غير اشراف طبي. لا هو برضو عشان برضو ما نخوفش الناس، هي الرياضة مفيدة جدا، تمام، والرياضة بالمعقول جميلة جدا، تمام. يعني احنا في ناس بتتدرب، بس هي في ناس بتتدرب 3 تمرينات في اليوم،
يعني الصبح وتمرين النادي ممكن يكون بيلعب لعبتين مع بعض، ودي من الحاجات اللي هي مش اي حد يقدر يتحملها انه يلعب لعبتين مع بعض، لان دي بتركز على عضلات معينه وتمرينات معينه، ودي بتركز على عضلات تانية. تمام، يعني مثلا حد يكون بيلعب تنس وبيلعب سباحه او بيلعب، عشان كده انا بقول احنا لازم نعمل حلقه خاصه باصابات الملاعب، وعشان نوعي الامهات برضو لو انتوا هتلعبوا اولادكم ما تضغطوش قوي عليهم، مش لازم اكتر من لعبه مع بعض، لانه زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى في تضارب. مدام ناديه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. السلام دكتور. طبعا يا دكتور، انا عندي وجع في دراعي الشمال، حسيت في وجعني بقفش بطيخ فيه. تمام، دراعي بيلملم ومنمله، وبحس ان صوابعي منمله. تمام، مش عارفه يعني بتتاجي معايا على طول. عندك سكر؟ لا معايا ده. تمام، طيب الوجع بقى له قد ايه؟ لا ده مستمر عصير، يعني بيروح ويجي. تمام يا فندم، ارد على حضرتك. حاضر، شكرا لك يا منادي. طيب هنا هي بتشتكي من التنميل اللي في الايد. التنميل ده بيبقى غالبا سببه هو انزلاق الغضروف العنقي، ان هو بيعمل تنميل في الايد، وبيبقى ممكن يا اما الجنب اللي هنا او الجنب اللي تحت، والتنميل بيروح ويجي. تاني حاجه ان الشد العضلي بيعمل زي ما قلنا قبل كده تسميع في الكتف، والتسميع ده بيبقى يعني قوي جدا. تمام، الناس بتشبهه ان كان سكينه داخله في المكان، هو بيحس ان في شد جامد او وجع جامد غير محتمل. وزي ما يعني، وعايز اقول لحضرتك ان دي ممكن اكتر حاله يعني ممكن بنشوفها دلوقتي في العيادات، اللي هو التهاب اوتار الكتف مع غضروف الرقبه، الاثنين بيبقوا مرتبطين ببعض، نتيجه ان ممكن يكون المشكله بدات الاول في الكتف وعملت غضروف في الرقبه، وممكن يكون كان في غضروف في الرقبه خلى الكتف نفسه ضعيف فحصل بعد كده مشكله في الكتف. فالاثنين دول، الغضروف بتاع الرقبه ومفصل الكتف، الاثنين بيأثروا في بعض جامد، فلازم الموضوع ده يتحل يعني ان شاء الله بشكل كويس، ان احنا نعمل جلسات علاج طبيعي في مكان متخصص فاهم الحالات بتاعه انزلاق الغضروف، فاهم التهابات اوتار الكتف كويس، عشان الموضوع ما يبقاش متكرر معانا. طيب نتكلم بقى على تمزق الاوتار، يعني احنا خلاص خلصنا متهيألي كل الكلام الخاص بالتهاب الاوتار. تمزق الاوتار، وحياتك قلت دي مرحله يعني بتبقى بعد التهاب الاوتار اللي احنا هنهمل علاجه. تمام، احنا التمزق ده هو ممكن يحصل فجاه طبعا، الكتف ضعيف فيحصل رد فعل من الوتر، الوتر يتقطع، ممكن يبقى فيه قطع جزئي، فبالتالي القطع الجزئي ده بتبقى فيه الموضوع اختياري بالنسبه للشخص ان هو يعمل علاج طبيعي وتاهيل، يعمل جراحه ان هو يعمل خياطه للوتر اللي مقطوع، او بيحصل قطع كلي. القطع الكلي ده بيبقى مصاحب معاه ان هو مش قادر يرفع ايده خلاص، هو بيجي العيان يرفع ايده هو ما بيرفعش ايده كده. تمام، هو بيرفع ايده كده. تمام، ان هو بيشيل كتفه بدراعه، لكن هو الكتف نفسه مفيش فيه حركه موجوده.